وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. زادت شهرزاد في حكايتها للملك شهريار سيد الأخيار، وتفننت في نقلها لروائع الأخبار، وشهريار يزداد بذلك اهتماما بها في ليله وحتى في النهار، وهي تسحره بنبرات صوتها الشبيهة باللحن الذي يعزف على الأوتار. ما كنت أظن يا شهرزاد أن عندك كل هذه الأخبار من عظيم الروايات والأسرار. وأين هذا يا مولاي مما هو عندي من عجائب وغرائب الأولين وما يتخلله من طرائف وأشعار الأقدمين؟ نزل بالجارية إلى السوق على أن يبيعها، ثم سلمها يا مولاي إلى الدلال، فنادى عليها وتزايدت فيها الناس، وزادت فيها التجارة حتى بلغ ثمنها 4000 دينار. فقلت يا مولاي أشتري هذه لمولانا السلطان، فإن أصل ثمنها كان من عنده. فلما سمع كلامي هذا نظر إلي وقال: يا شيخ النحس، أنا أبيعها لليهودي وأبيعها للنصراني ولا أبيعها لك. فقلت: أنا ما اشتريتها لنفسي، وإنما اشتريتها لمولانا السلطان الذي هو ولي نعمتنا. فلما سمع مني يا مولاي هذا الكلام اغتاظ وجذبني ورماني من الجواد، وأنا شيخ كبير، وضربني ولم يزل يضربني حتى تركني كما تراني. وأنا يا مولاي ما أوقعني في هذا كله إلا أني جئت لأشتري هذه الجارية لك يا مولاي. يا ويله، اسمعوا، انزلوا في هذه الساعة إلى دار ابن خاقان وانهبوها، بل اهدموها، واتوني به وبالجارية مكتفين، اسحبوهما وأحضروهما بين يدي. سمع وطاع. ثم إنهم نزلوا وقصدوا المسير إلى علي نور الدين، وكان عند السلطان حاجب يقال له علم الدين سنجر، وكان من مماليك الفضل بن خاقان والد علي نور الدين. فلما سمع أمر السلطان ورأى الأعداء تهيأوا لقتل ابن سيده لم يهن عليه ذلك، فركب جواده وصار إلى أن أتى بيت علي نور الدين، فطرق الباب فخرج له علي نور الدين، فلما رآه عرفه وأراد أن يسلم عليه فقال: يا سيدي، ما هذا وقت سلام ولا كلام؟ انهض وفر بنفسك أنت والجارية، فإن المعين بن ساوى نصب لكما شركا، ومتى وقعتما في يديه قتلكما، وقد أرسل إليكم السلطان 40 ضاربا بالسيف. والرأي عندي يا مولاي أن تهربا قبل أن يحل الضرر بكما. سيدي، خذ هذه الدراهم، ولو كان معي أكثر من ذلك لأعطيتك إياها، ولكن ما هذا وقت معاتبة. عند ذلك دخل علي نور الدين على الجارية وأعلمها، فتخبلت، ثم خرج الاثنان في الوقت إلى ظاهر المدينة، وأسبل الله عليهما ستره، ومشيا إلى ساحل البحر، فوجدا مركبا تجهزت للسفر، والريس واقف في وسط المركب. من بقي له حاجة من وداع أو زاد أو نسي حاجة فليأتي بها، فإننا متوجهون. لا يبقى لنا شيء. إذن هيا حلوا الطرف واقلعوا الأوتاد. بلغني أيها الملك السعيد أن الرئيس لما قال لعلي نور الدين إلى دار السلام مدينة بغداد، نزل علي نور الدين ونزلت معه الجارية وعوموا ونشروا القلاع، فصارت بهم المركب وطابت لهم الرياح. هذا يا مولاي ما جرى لهؤلاء. وأما ما جرى للأربعين الذين أرسلهم السلطان، فإنهم جاءوا إلى بيت علي نور الدين فكسروا الأبواب
ودخلوا وطافوا جميع الأماكن، فلم يقفوا لهما على خبر، فهدموا الدار ورجعوا وأعلموا السلطان فقال: اسمعوا، طلبوهما في أي مكان كان فيه، وأنت يا ابن ساوى اطمئن، فلن يأخذ بتارك إلا أنا. يا معاشر الناس، أمر السلطان أن من يعثر على ابن خاقان ويأتي به يخلع عليه خلعة ويعطيه 1000 دينار، ومن أخفاه أو عرف مكانه ولم يخبر به فإنه يستحق العقاب. يا معاشر الناس، أمر السلطان أن من يعثر على ابن خاقان ويأتي به يخلع عليه خلعة ويعطيه 1000 دينار، ومن أخفاه. فصار جميع الناس في التفتيش على علي نور الدين فلم يعرفوا له أثرا. وأما ما كان من أمر علي نور الدين وشريته فإنهما وصلا بالسلامة إلى بغداد. وطلع علي نور الدين هو وجريته من المركب وأعطى الرئيس 5 دنانير، ثم سار قليلا فرمتهما المقادير بين البساتين، فجاء إلى مكان فوجداه مكنوسا مرشوشا بمصاطب مستطيلة وقواديس معلقة ملآنة ماء. وكان البستان يسمى بستان النزهة، وهو قصر يقال له قصر الفرجة، وهو للخليفة هارون الرشيد. وكان الخليفة إذا ضاق صدره يأتي إلى البستان ويدخل ذلك القصر فيقعد فيه. وكان القصر له 80 شباكا معلقا فيه 80 قنديلا، وفي وسطه شمعدان كبير من الذهب. فإذا دخله الخليفة أمر الجواري أن يفتحن الشبابيك، وأمر إسحاق النديم والجواري أن يغنوا لينشرح صدره ويزول همه. وكان للبستان خلي شيخ كبير يقال له الشيخ إبراهيم، وكان قد تلقى من الخليفة أن كل من وجده بباب البستان له أن يفعل به ما يشاء. وفي صباح ذلك اليوم وجد علي نور الدين وأنيس الجليس نائمين. من؟ شاب مليح وفتاة حسناء، ولكن أنا أضرب يديني ضربا خفيفا حتى لا يقترب أحد من باب بستان مرة أخرى. علي بهذه العصا. لا أقدر، لا أقدر. يا إبراهيم، كيف تضربهما ولم تعرف حالهما وقد يكونان غريبين أو من أبناء السبيل، وقد تكون رمتهم المقادير هنا؟ علي قبل كل شيء أن أتعرف عليهما. يا فتى أيتها الصبية، من أين أنتما؟ غريبان. يا ولدي، هيا قم، قومي أيضا، هيا وادخلا مع البستان وتتفرجا فيه فينشرح صدركما. هيا. بسم الله. يا سيدي. نعم. هذا البستان لمن؟ هو لي. هو يا ولدي هذا ورثته أنا من أهلها. وما كان قصد الشيخ إبراهيم بهذا الكلام إلا أن يطمئن ويدخل البستان. فلما سمع نور الدين كلامه شكره، وقام هو وجاريته والشيخ إبراهيم قدامهما. فإذا هو ببستان بابه مقنطر، عليه كروم، وأعنابه مختلفة الألوان.
ثم دخل بهما الشيخ إبراهيم القاعة المغلقة. الله الله، والله إن هذا المكان في غاية الحسن، لقد فكرني بما مضى. الله. من هنا سطر سطر بعد ذلك أشياء وأشياء. هيا يا ولدي من هنا. يا شيخ إبراهيم، أما عندك شيء من الشراب؟ عندي ماء بارد حلو لذيذ ألد من لذيذ. ثم نهض على قدميه وفتح الشبابيك وجلس معهما يتنادمون ويتناشدون الأشعار، وابتهج المكان بهم. فقدر السميع العليم الذي جعل لكل شيء سببا أن الخليفة كان في تلك الساعة جالسا في الشبابيك المطلة على ناحية الدجلة، فنظر إلى تلك الجهة فرأى ضوء القناديل والشموع في البحر ساطعا، فلاحت منه التفاتة إلى القصر الذي في البستان، فرآه يلهج بتلك الشموع والقناديل، فقال: علي بجعفر البرمكي. أنا هنا يا مولاي. يا جعفر، ما هذا؟ أتخدمني ولم تعلمني بما يحصل في مدينة بغداد؟ وما سبب هذا الكلام يا مولاي؟ كيف؟ أما ترى قصر الفرجة مبتهجا بضوء القناديل والشموع وشبابيكه مفتوحة؟ من الذي يكون له قدرة على هذه الفعال إلا إذا كانت الخلافة أخذت مني؟ ومن أخبرك يا مولاي بأن قصر الفرجة أوقدت فيه القناديل والشموع وفتحت شبابيكه؟ تقدم وانظر. صحيح يا مولاي. مولاي، في الحقيقة كان الشيخ إبراهيم في الجمعة التي مضت قال لي: يا سيدي جعفر، إني أريد أن أفرح أولادي في حياتك وحياة أمير المؤمنين. فقلت له: وما مرادك بهذا الكلام؟ فقال لي مرادي، قال لي نعم، قال لي مرادي أن أخذ لإذنا من الخليفة بأني أطهر أولادي في القصر. فقلت له: افعل ما شئت من فرح أولادك، وأنا إن شاء الله سأجتمع بالخليفة وأعلمه بذلك. لكن يظهر يا مولاي أن الأمر راح من بالي ونسيت أن أعلمك به. إذن يا جعفر، كان لك عندي ذنب واحد فصار لك عندي ذنبان، لأنك أخطأت من وجهين: أنك ما أعلمتني بذلك، والثاني أنك ما بلغت الشيخ إبراهيم مقصوده، إنهما جاء إليك وقال لك هذا الكلام إلا تعريضا بطلب شيء من المال يستعين به على مقصوده، فلم تعطيه شيئا ولم تعلمني حتى أعطيه. يا أمير المؤمنين، سامحني فقد نسيت. وحق آبائي وأجدادي لا أقضي الليلة إلا عنده، فإنه رجل صالح يتردد على المشايخ ويحتفل بالفقراء ويواسي المساكين، وأظن أن الجميع عنده في هذه الليلة، فلا بد من الذهاب إليه لعل واحدا منهم يدعو لنا دعوة يحمل لنا بها خير الدنيا والآخرة، وربما يحصل له نفع في هذا الأمر بحضوري ويفرح بذلك هو وأحبابه. لكن يا أمير المؤمنين، إن معظم الليل قد مضى وهم في هذه الساعة ربما على وجه الانفضاض. اسمع، لا بد من الرواح عنده. فسكت جعفر وتحير في نفسه وصار لا يدري، فنهض الخليفة على قدميه وقام جعفر بين يديه ومعهما مسرور الخادم،
ومشى الثلاثة متنكرين ونزلوا من القصر وجعلوا يشقون في الأزقة وهم في زي التجار إلى أن وصلوا إلى البستان. فتقدم الخليفة فرأى البستان مفتوحا فتعجب وقال: انظر الشيخ إبراهيم كيف ترك الباب مفتوحا إلى هذا الوقت، وما هي عادته؟ صحيح صحيح يا مولاي. يا جعفر، أريد أن أتسلل عليهم قبل أن أطلع عندهم حتى أنظر ما عليه مشايخ من النغمات وواردات الكرامات، فإن لهم شؤونا في الخلوات والجلوات، لأننا إلى الآن لم نسمع لهم صوتا ولم نرى لهم أثر. سأطلع فوق هذه الشجرة فإن فروعها قريبة من الشبابيك وأنظر إليهم. هيا. ماذا أرى؟ الشيخ إبراهيم يفعل هذا؟ يا جعفر، ما رأيت شيئا من كرامات الصالحين مثل ما رأيت في هذه الليلة. اطلع أنت الآخر على هذه الشجرة وانظر لهلا تفوتك بركات الصالحين. حالا يا مولاي. بسم الله. بسم الله. يا ترى من أوصل هؤلاء إلى هذا المكان ومن أدخلهم قصري؟ لكن مثل هذا الصبي وهذه الصبية ما رأت عيني حسنا وجمالا وقدا واعتدالا مثلهما. صدقت يا أمير المؤمنين، صدقت. اطلع بنا على هذا الفرع حتى نتفرج عليهم. بسم الله. تمهل تمهل يا مولاي. هكذا. حسنا حسنا حسنا. انظر انظر يا مولاي. يا ترى ماذا يريد أن يعمل؟ لا أدري يا مولاي. انظر انظر انظر، لقد عاد لهم بعود إسحاق نديمك يا مولاي. اسمع يا جعفر، إن غنت الجارية ولم تحسن الغناء صلبتكم كلكم، وإن غنت وأحسنت الغناء فإني أعفو عنهم وأصلبك أنت. يعني أنا حصل حصل يا مولاي. اللهم اجعلها لا تحسن الغناء. ولأي شيء؟ لأجل أن تصلبنا كلنا فيؤنس بعضنا بعضا. عفوا عفوا. أضحت نائي بديلا عيدا عيدا من تساقين الهوى. فقد أجد لك يا مولاي حيلة ندخل بها عليهم. أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. يتبع. وإلى اللقاء مع الحلقة 31.